اسمي تركي مشاري الجنفاوي، عمري 14 سنة، لعبتي كرة السلة. أول رياضة دعمني خالي عبد الله غازي، قال لي يعني دش النادي جرب. جربت الهواية وعجبتني. أول شيء اسم اللعبة كرة السلة، لازم يكون يعني عندك نظرية على شو اسمه على اللعبة، تكون تفهم التفاصيل والمراكز. تفاصيل مثل عندك مركزي سنتر تحت السلة، هو المسؤول عن الدفاع. نعم لعبت هوايات ثانية مثل السباحة وكرة القدم. استفدت من كرة السلة أول شيء لياقة، ثاني شيء طول، ثالث شيء تخفيف الوزن واللياقة. مباراه الكاظمة وضد الجارة تحت 15 كان ضغط عالي، والفريق منافس لنا ما سهل، لأنه صار فيها تشجيع من الكابتن وأصدقائي، ضغط كبير يعني. على مدار الأسبوع ما عدا يوم الجمعة مدة التمرين ساعتين. طريقة التدريب أول شيء دربنا كابتن محمود الجندي وكابتن فهد وكابتن منذر يعطيهم العافية. تدريبهم جدا عالي، كثروا زادوا من لياقتنا وطولنا وسرعتنا بالتدريب وسرعة السلة. مركز باللعبة سنتر، هو تحت السلة مسؤول على الدفاع والهجمات اللي يهجمون الفريق المنافس. أوزن بينهم، أنا أروح التمرين الساعة 5، أبدأ تمرين 5، أرد البيت 7:30. قبل لا أجي التمرين كنت راجع من المدرسة، أراجع على دروسي، بعدين أجي النادي، أرجع البيت أدرس شوي وخلص. عشان لا تحوشني إصابة كرة السلة، كنت حريص على هجماتي على الدفاع، وأركز على اللاعب اللي يهجم علي. قبل لا أدش شفت تسخين، إحنا نسخن نركز على التسخين اللي ضدنا، نشوف قدراته عشان نقدر ننافسه، وإذا هجم علينا نعرف نتصرف فيه. أصعب تمرين اللي هو الدفاع، سل تمرين الشوت، النقطة الضعف فيه السرعة، سرعتي بطيئة. دور الكابتن محمود الجندي دور مهم بالتمرين عندنا، يحفزنا ويشجعنا ويعلي من مستوانا. الوالد طول عمره يحفزني ويشجعني، يقول لي استمر، انا كنت ناوي اقطع من كرة السلة لما طلعت من نادي الغاتسية، هو والله اللي حفزني الله يجزاه خير. علاقتي احسن علاقة والله العظيم، وما يقصرون بعدهم تشجيع وتحفيز وما يقصرون. اللاعب بدر نوبان نفس السرعة ونفس التفاهم ونفس التفكير. طموحي اني اوصل ان شاء الله فريق اول وامثل نادي الجهرة بالمباريات والمعسكرات ان شاء الله. اتعلم من المباريات اللي اشوفها بالتلفزيون، اركز على اللاعب اللي نفس مركزي اللي هو سنت. حفز نفسي اتمرن مع الكابتن والكابتن حفزنا وشيل التوتر منه. اسوي قبل المباراة بيوم او يومين، اول شيء التزم بالتمرين واحضر مع الكابتن ونتدرب، والكابتن حفزنا ويشجعنا وكن مرتاح نفسيا للمباراة. فريق المفضل داخل الكويت نادي الجهرة، وخارج الكويت الدوري الامريكي الليكرز. لاعبي المفضل باللعبة تركي الشمل للاعب منتخب الكويت. عشان اكون لاعب ناجح التزم بالتمارين واكون حريص على الغذاء، انصح انه يدش اي هواية وهو معجب فيها ويستمر فيها، وان شاء الله يكون من افضل اللاعب.
الله الرحمن الرحيم. معكم اللاعب محمد حميد طريق عتيبي، نادي النصر، فئة شبال، العمر 13 سنة. قصة دخولي للعبة رفع أثقال، أبوي كان كابتن نادي رفع أثقال بالنصر، إني أدخل نادي النصر رفع أثقال. صعوبات اللي واجهتها التكنيك والأوزان الثقيلة، قدرت أتجاوزها بالتمرين اليومي ومع نصايح الكابتن وأبوي، وقدرت أتجاوزها. نتمرن 4 أيام بالأسبوع، واللي يشتغل على تمريننا الكابتن سعد والكابتن حسين. أول ما نبدأ التمرين نسخن أول شيء، بعدها نبدأ التمرين نسخن بالبار، بعدها نلعب خطف وكلين نتر ورجلين. أحلى تمرين هو الكلين نتر، وأصعب تمرين هو الرجلين. اللاعبين اللي تفاهم وياهم فهد حميد وحسين منشد ومحمد السواق، وفي واجد بعد. والسبب أنهم ينصحوني بالتمرين يومياً ويقوموني من النوم عشان أروح التمرين. بالنسبة للبطولات، لعبت بطولتين بالكويت وحققت المركز الثاني بيوم اثنينهم، وكانت في منافسة بيني يعني الأول والثالث، كانت منافسة قوية. التحضيرات قبل البطولة لازم توزن وزنك عشان تشوف أي فئة بتلعب وش اسمه، والتحضيرات اللي بعد البطولة إنك تحط تجهيزات إيدك وتحمي وتسخن بالبر. طموحي باللعبة إني أحقق المركز الأول بالأولمبياد وأرفع اسم بلدي. قدوتي برفع الأثقال حميد طلق العتيبي، عشان أكون ناجح بالدراسة وبالرياضة أول شيء شو اسمه أقوم أفطر، بعدها أروح من المدرسة، أرجع من المدرسة أدرس، بعدها على طول أروح النادي. أول ما أرجع أنا يشجعني بشكل عام شو اسمه اللاعبين والكابتن، يشجعوني بشكل عام ويشجعوني بشكل خاص أبوي وإخواني. أشهر إصابات اللعبة التمزق بالأربطة بالصوات بالظهر والخلف بالكتف، وشلون تتفاداها إنك تسخن قبل هذا التمرين وتسخن بالبار الفاضي، مو على طول تبدأ بوزانك العالية. اللاعب عشان يكون لاعب مميز إنه يهتم بغذائه وش اسمه ويتمرن يوميا وما يتكبر على الناس. بالنسبة للمعسكرات، نكسر حاجز الخوف ونتمرن مع الناس ونتعرف على ناس جدد ونلعب يعني بأوزان ثانية ونتعرف على الناس. بالنسبة للمعسكرات، رحنا للمملكة العربية السعودية وتعرفنا على ناس جدد وتعرفنا على ناس كبار باللعبة وتعرفنا على تجربة جديدة بعد، وبالإضافة أكلنا أكل صحي وصرنا ننام بدري ونهتم بوزنه. أنصح اللي ما يلعب رياضة إنه يروح أي نادي إنه كلهم متاحين له، ويهتم بصحته ويقلل الأمراض عنه وينام بكر ويحدد له وقت فراغ.